نشري من العطار وحبست هكا شوي. جيت دخلت قلت لخو خويا كفرش الترجمة تعرفش فيه، قلت له وصاب قال لي وغيرت فيه ولاد عيط ما نعرفش عليه، وانا وطلع على الولاد والشعب الصرف على خويا لهنا. كي دخلت انا ما قلت له قلت له خو طول الوقت قلت له خو تلفت مشيت طول التكينه هذيك شفت ما جاش شكله شنو هكا وصلوا ورا وهو كشكوشه من كشكوشه من ما يجي ما يعرفش هو الصبوله. لقيت كان وجدت رجعت للبيت ديالو قلت له خوك ميت خوك ميت، هزت يده وطاح يخطفني ولدي يخرج بيه للشارع نصيحو في الشارع نصيحو نصيح وخليني هو انا معلق واحد. جيت جماعة الحوم والعبيد عاد نصيبو مسكين لازم الظروف تاع تعب مسكين والبقع اللي مش لاقيها مزدوجة في وجهي هو ينصبو يفكو له السلعة ندبر له يفكو له السلعة نسلف يدبر له السلعة ياك تا لقيت بحال تاع حالي هذاك وحال تاع مشا ضحية ولدي معناتها ثم فلوس ترى عادي يمشي يعمل سلعة هاري انت اللي تعطي تتفك كيما تعرف الوضعية بشر تقول نفس اللي تعاني منه الشيء العباد الكل النصابة غادي كنعانوا منه نحن الزوز نفس الحكي. انت تخدم معاه في المارشيز هذا في الشارع ديكور معاه انت نهارتها وقت اللي تفكت له السلعه نهارتها لي فما فما شكون معاه يعني شنو تعاني وانتم ديما تقولوا رانا نعاني وشنو معناتها خاطي احكي لنا شنو بالضبط نعاني في كل شيء في الظلم في كل شيء نعانوا فيه في الناس هذاك نعانوا في كل شيء من عوان التراتيب للنجدة للأمن السياحي من كل شيء نعان ما تعطيش ما تخدمش يجو ككلاب الدم السباح يجدوا واحد من كبار بردوا عليهم خمسة خمسة ولا ألفين ألفين حتى مراد